لم يمتهن سامي مهنة الحلاقة وحسب، بل صار مهتما بالمجال الأثري لمدينة الحامي الساحلية شرق محافظة حضرموت. فشغف سامي بالآثار دفعه لجمع واقتناء مئات الأدوات البحرية القديمة والمقتنيات الأثرية العريقة ليتخذ من زوايا صالون الحلاقة معرضا لها، مما يضفي طابعا تاريخيا للمكان. طبعا بداياتي كانت بالخمس سنين، وجمعت هذه كلها من الحامي، وفي بعض منها أروح أبحث فيها في البيوت القديمة اللي تطق هذه واللي تسقط، أروح أحفر فيها وأطلع منها هذه الموروث. وفي بعض المواطنين طبعا ما قصروا يجيبوها، ما يشوفوا الحاجات هذه عندي يجيبوها لعندي هنا لحفظها من التكسر ومن الاندثار. قطع أثرية تزين جدران هذا الصالون حتى صار مزارا للمهتمين، لربما هذه الصورة توحي إلى الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالمتحف البحري في مدينة الحامي، والذي ينبغي أن يكون المقصد الأول للزيارة في المدينة. فالمتحف البحري هذا الواقع في المدينة ذاتها كان الهدف من تأسيسه التعريف بطرق الصيد وتوثيق تاريخ المدينة الساحلية من خلال عرض معدات الاصطياد التقليدية وغيرها من القطع والمقتنيات الأثرية، لكنه ظل مغلقا منذ تأسيسه قبل 28 عاما دون افتتاحه ليتعرض لعوامل الزمن، إضافة إلى نهب وتدمير محتوياته وأثاثه. جاءت فكرة إنشاء متحف البحري بالحامي لدور ربابنة السفن الشراعية الذي غامروا البحار إلى آسيا ومن أفريقيا والهند والنابال. أسوا هذا لهم المتحف الدور البارز الذي لعبوه ربابنة أبناء الحامي. من 92 أو من 93 أهمل هذا المتحف ولن تنظر له لا سلطات ولا جهات معنية بهذا الشأن، وظل هذا المتحف يأنه يتألم ويتعرض للنهب والسرقة. رمزية المتحف البحري تأتي من كون مدينة الحامي توأم البحر، والغالبية العظمى من السكان اعتمدت ولا تزال على صيد الأسماك كمصدر أساسي لكسب رزقها. ذلك يعبر عن التمسك بحرفة الآباء والأجداد، ما يجعل المدينة تمتلك تاريخا وتراثا بحريا. معتز النقيب، يمن شباب، الحامي، حضرموت.